اختار. اسمك؟ محمد ابو زيد. انا شايفك يا محمد ما شاء الله متواجد في التحرير وساعه الضرب وساعه المشاكل وبتعرض نفسك لمشاكل كتير، ايه احساسك وانت بتغطي الحدث؟ بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. والله بس انا عايز اعرف مهنه المصور. مهنه المصور نحط تحتها خطين ونقول مهنه البحث عن المتاعب. انا كمصور مفروض اوصل الحقائق للناس. انما غير الصحفي، الصحفي ممكن يقعد لمغزى يعني في حته ضله ويجيب الخبر. ايوه صح. لا انا لازم اجيب الصوره اللي تثبت الخبر بتاعه. ما انا بشوفك فعلا متواجد بتعرض نفسك لاخطار كتيره جدا. لا والله دي رساله انا بديها، وده المفروض المصور يعمل اكتر من كده. المصور عليه عامل اساسي في نقل الحقائق للمواطنين والراي العام. انا بشوفك طبعا متواجد، انت بتروح امتى، بتيجي امتى، بتنظم امورك ازاي؟ والله انا يعني بطلع من البيت على باب الله، يعني بطلع البيت من الصبح يعني بجهز نفسي لاي حاجه. بس طبعا لو في عندي مظاهرات جامعه زي مثلا زي بكره كده لازم الواحد ينام بدري ويستعد. ومثلا نشوف المهمات الواحد بيعملها، يعني مثلا تعادل الشمس القمه بتاعتها، اذا كان في شمس بتعادل كاسكتها تبلها ميه، تشوف لك ازاز مسع. بروح بدري عشان اخد مكان افضل اعرف اصور فيه. مش هروح الدنجل كده الساعه 11 الساعه 12. لا ده انا بروح بدري عشان خاطر اقف المكان ده، اخد المنصه، طب هتاخد المتظاهرين، طب الاقي المكان اللي انا عاوزه. طب احنا النهارده مثلا بعد الظهر دلوقتي الخميس، ناوي تمشي امتى وهتيجي الصبح امتى الجمعه؟ النهارده بعد الخميس طبعا انا كلفت ان انا نازل تعالي النهارده عشان اخد حاجات للجمعه، لجمعه غد يعني جمعه المصير زي ما بيسموها. فطبعا انا جاي يعني ان الصوره الاستعدادات اللي بتقام على قدم وساق للاستعداد لغدا. ومفروض ان انا اصلا مش مرتبط بينا بس، لا ده انا عندي ندوات وعندي مؤتمرات وعندي كل حاجه يعني شغال، يعني ممكن تجي الندوه الساعه 11 بالليل او 12 او او او. فلازم انا اغطيها ومكلف بوق ان انا اصحى الصبح بدري واجهز نفسي ليوم الجمعه. ماشي، مزارة يوم الجمعه. ربنا يعينك. ربنا يكرمك. ربنا يخليك. مع السلامه.